ماكو شيء اسمه القادسيه. الله ماكو شيء اسمه القادسيه. وين القادسيه؟ ذبحتوا لنا القادسيه. القادسيه شنو دعوه نادي ليفربول؟ على صدق مو زين. ماكو. انا معلقهم اليوم حبل المشنقه مال قبل 5 سنين. حبل المشنقه عندي جاهز. شو تقول اللوحه؟ تقول خلي يستقيلون واخذ اثنين يطبعون المحمل. حلو. على الاداره يعني. عبد العزيز عاشور ناخذه وجمال الكاظمي ناخذ كل واحد بصوب. يعني نادي نسميه براسين. إيه هذا نادي العربي الرياضي براس. بعد المباراه انتهت ودشوا غرفهم. حلو. ياخذون الشاور مالهم. اوكي. زين وفي مرايه. حلو. المرايه يشوف نفسه. أوكي. يقول هل انا لاعب نادي العربي واحمل هذا الشعار؟ بس ابي يقول بينه وبين روحه يقول انا لاعب ولا مو لاعب. زعلوا لما اقول عنهم فشلوا في قياده نادي القادسيه. فشلوا قالوا ليش ما قلت ما نجحوا؟ هو يا نجاح يا فشل. صحيح. ما له معنى ثاني. صحيح. بجاملكم الحين بقول ما نجحتوا دقيقتين بس برد بقول فشلتوا. فريق منافس بطولات تقطوا له قطيه عشان ندفع فلوس محترفين. الله يرضى والله ما حد يرضى. يعني دال ما تستحي على وجهها ما تنتخي. يعني فوق هذا تقطون قطيه وتلقى واحد بس داره قاعد. يعني عيب.